مساء الخير وأهلا بكم إلى النشرة المسائية المفصلة نقدمها لكم من تلفزيون لبنان. مساء الخير. المنشات في عيد الفصح المجيد دعوة البطريرك الراعي إلى أن تتوحد الجهود جهود المجتمع الدولي لوقف الحروب. البارز في المسار الانتخابي إعلان اللواء أشرف ريفي لائحة لبنان السيادة في طرابلس والمنيا والضمنية، وكذلك إعلان النائب طلال أرسلان لائحة ضمانة الجبل. وفي المسار السياسي جلسة لمجلس الوزراء في السراي الكبير بعد غد الأربعاء، وغدا افتتاح حاشد لإجادة الملك سلمان في الواجهة البحرية في بيروت، ومواقف للقائم بالأعمال السعودي الوزير المفوض وليد البخاري. في موازاة الوضع الداخلي والتحضير لمؤتمر صادر في باريس يوم الجمعة المقبل، ارتفع منسوب التهويل الإسرائيلي على لبنان. فرئيس أركان الجيش الإسرائيلي المعادي قال إن حربا مدمرة هذا العام ستأتي على حزب الله اللبناني، وقال أيضا إنه يستبعد تدخل إيران لنجدة حلفائها في المنطقة. نبقى في أجواء عيد الفصح ودعوة البطريرك الراعي المجتمع الدولي لوقف الحروب. ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي القداس السنوي علانية فرنسا في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي في حضور السفير الفرنسي برونو فوشيه، وبعد الإنجيل المقدس ألقى عظة دعا فيها لتوحيد جهود المجتمع الدولي والمسؤولين نحو الحل السياسي للصراعات الإقليمية، وتوجه لفرنسا قائلا: نصلي من أجل ازدهار بلادكم واستقرارها. ولكي ينجح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتحقيق رؤيته الكبيرة التي عبر عنها في كتاب به الثورة. وفي كاتدرائية مار جرجس في الأشرفية ترأس قداس ثاني عيد الفصح المطران بولس مطر، بعد ذلك استقبل المهنئين في العيد في باحة الكنيسة. وفي القداس الإلهي لمناسبة اثنين البعوث في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك طريق الشام، دعوة للمرشحين الذين يطلون بتصاريح رنانة وبرامج انتخابية فضفاضة لاحترام عقول الناس وألا يعطوا وعودا وعهودا وهم غير قادرين على تحقيقها. أهلا بكم من جديد. رئيس الحكومة سعد الحريري عرض مع سفير لبنان في الإمارات العربية المتحدة فؤاد دندن تطور العلاقات بين لبنان والإمارات وأوضاع الجالية اللبنانية. وكان الرئيس الحريري قد أجرى أمس سلسلة اتصالات مهنئا بعيد الفصح المجيد لدى الطوائف الكاثوليكية، ومن أبرز الذين اتصل بهم رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، الرئيس ميشيل سليمان، البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، حاكم مصر في لبنان رياض سلامة، وقائد الجيش العماد جوزيف عون وشخصيات. الوزير السابق أشرف ريفي وخلال إعلانه لائحة لبنان السيادة عن دائرة طرابلس المنيا الضنية أكد أن التحالف بلوائح سياسية هو التزام وطني أمام اللبنانيين، معتبرا أن التحالفات اليوم ليست انتخابية بل هي انتهازية. ريفي شدد على أننا لا نقبل أن يأتي أحد بالمظلة بل نريده منا أو لا نريده إطلاقا، موضحا أننا لم نختار المرشحين عشوائيا بل هم يشبهوننا وطنيا وأخلاقيا. قالوا عنا ما رح نشكل لائحة، شكلنا لوائح وفيها نوعيين. قالوا عنا ما رح نسجل لائحة، سجلنا لوائحنا. قالوا عنا ما فينا نكمل المشوار. فينا ولا ما فينا نكمل مشوار؟ حنكمل مشوار. نقول لجميع، الكل بيعرف، انه وطلعنا اعلاننا لائحة عكار بمرشحيها النوعيين وبمحبة اهلهم إلنا وإلهم، بلشوا يعيدوا الحسابات. هلأ اليوم حيعيدوا الحسابات اكتر. نعم حيعيدوا الحسابات. بدنا هالنوعية من الصبايا من الشباب،
بدأ ناس عندها أخلاق، عندها سيرة ذاتية وطنية، عندها سيرة ذاتية علمية عالية، وعندها التزام بقضايا الشعب. ما بيجونا بس بموسم الانتخابات وبيفلوا 4 سنين بعدين. ما بنقبل حدا يجينا بالباراشيت نهائيا، يا بيكون ابننا طالع من تحت او ما بنقبله نهائيا. فيني اكد لكم، انه ما اخترناهم عشوائيا يا اخوان، اخترناهم بيشبهونا اخلاقيا وعلميا ووطنيا. رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الوزير طلال أرسلان خلال إعلان لائحة ضمانة الجبل برئاسته عن دائرة الشوف علي، أكد أنه لا يمكن الابتعاد عن علي التي انطلق منها أهم زعامات وقيادات لبنان، متحدثا عن الخطط الإنمائية الغائبة عن الجبل منذ الطائف. الذي يريد أن يعيش مع الناس يبدأ العيش مع الناس ليس قبل شهر أو شهرين من الانتخابات، بل من وقت ظهور النتائج يبدأ العيش مع الناس ومع هموم الناس. لقد مضى على الطائف 30 عاما، أي 3 عقود من الزمن، ولم يشهد الجبل خطة إنمائية واحدة. أليس من المستغرب ذلك؟ رب قائل أن الدولة مفلسة، الأمر الذي يمنع إطلاق وتنفيذ خطط وبرامج تنمية اقتصادية واجتماعية. هذا الكلام غير صحيح بالمطلق، هذا الكلام غير صادق بالمطلق، ويراد منه تقديم أسباب تخفيفية وتقديم تبريرات لسياسة الإهمال المتواصل. مشاهدينا، نذكر بأن كلمة الوزير أرسلان نبثها كاملة مباشرة بعد هذه النشرة. رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أعلن لائحة نبض المتن التي تضم 8 مرشحين، مؤكدا خوضه المعركة الانتخابية في المتن كفريق عمل متكامل لإدخال أكبر عدد من لائحته إلى المجلس النيابي بهدف الاستمرار في الدفاع عن اللبنانيين. اليوم بعد 9 سنين من المواجهات من أجل لبنان واللبنانيين، وبعد ما شفنا كيف تصرفت هيدي السلطة بحق الناس وبحق البلد، بعد ما شفنا كيف المصالح الشخصية هي اللي حاكمة البلد، فينا نقول أنه هيدي الانتخابات هي أكثر بكتير من انتخابات. هيدي الانتخابات هي استفتاء، هي استفتاء على هيدي السلطة اللي موجودة اليوم ومعيشتنا بالتعتير. هيدي هي الفرصة يلي بتجي مرة كل 4 سنين تنعبر عن اعتراضنا وتنقلن لا، ما حدا يبقى بالبيت، كلنا بدنا نشارك بتصحيح مسار بلدنا لأنه هيدا بلدنا. هيدي مسؤولية كل إنسان بحب لبنان أنه ما يتركن يعزوه على كل المستويات. وأنا اليوم بحاجة لإلكم تكمل مع أكبر عدد ممكن من المرشحين، تنكمل النضال داخل مجلس النواب. الخيار عندكم ب6 أيار، كونوا على الموعد، كونوا نبض التغيير. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لدى استقباله أعضاء لائحة وحدة وأنماء بعبدة أكد أن الشكوى تتزايد لدى اللبنانيين عن الوضع القائم، معتبرا أن الخطط الانتخابية لا تفيد في هذه المرحلة لأن الجميع لديه الخطب والخطط الانتخابية، واعدا بالتصرف العملي لمرشحيه لأن نية التغيير موجودة وتترجم في 6 أيار. أعلن المرشحون على لائحة كلنا وطني برنامجهم الانتخابي لخوض الانتخابات النيابية في دائرة الشمال 3 البترون الكورة بشري وزغرتة، وهي تضم 9 مرشحين.
في المناطق مهرجانات انتخابية متنقلة ومواقف أبرزها للنائبة بهية الحريري التي طالبت بالارتقاء عن المصلحة الانتخابية العابرة. والمرشح عن الحزب الشيوعي في النبطية عبر تلفزيون لبنان قال: لم نترشح ضد أحد ولا سيما الإخوة في حزب الله وأمل. نظمت رابطة أنصار تيار العزم في طرابلس مهرجانا انتخابيا في حضور الرئيس نجيب ميقاتي الذي أكد تمسكه بسيادة لبنان والجيش اللبناني وحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. نحن ما بندخل بسجلات، نحن ما بندخل بسجلات ولا بنحكي بشتائم ولا بنحكي بأي موضوع ممكن يتعرض الشخص الآخر. بيحكوا عن دم الشهيد رفيق الحريري الله يرحمه، ما حدا متمسك بروحية دم شهيد رفيق الحريري مثلي ومثل اللائحة. مرشح الحزب الشيوعي اللبناني عن دائرة النبطية الثالثة الدكتور علي الحاج علي اعتبر في حديث لتلفزيون لبنان أن القانون النافذ جاء كحصيلة لتوافقات سياسية بين أهل السلطة، معلنا عن جهود بذلها الحزب الشيوعي لأوسع تحالف لتشكيل لوائح مشتركة. معركتنا ليس هي ضد أحد، لا ضد إخواننا بأمل حزب الله ولا ضد فئة من نحن، ضد كل السلطة السياسية اللي هي مجتمعة جميعا مسؤولة عن ما أوصل الوطن إليه. راعي أبرشية طرابلس المارونية المطران جورج أبو جودة وخلال استقباله المهنئين في عيد الفصح المجيد لفت إلى أن الانتخابات النيابية المقبلة ستشكل منعطفا جديدا في الحياة السياسية اللبنانية في ظل القانون النسبي. ومن المهنئين مفتي طرابلس والشمال ملك الشعار والمرشح السيد توفيق سلطان. حاولوا أن يلبسوا طرابلس ثوب تنكر ليس منها. وجود المفتي الشعار مع المطارين ب واقع معين وقيادة معينة استطاعوا أن يسدوا الفراغ وأن يكونوا حصنا أمام التآمر بفترة عصيبة مرت على طرابلس. النائبة بهية الحريري بعد تكريمها في جزين وأعضاء لائحة التكامل والكرامة بدعوة من المرشح أمين إدمون رزق قالت: نعمل للرقي بالشراكة العميقة بين صيدا وجزين بهدف توفير كل مستلزمات النهوض ورفض الإلغاء والاستهداف. إن هذه الشراكة العميقة تحتاج منا اليوم إلى أن نرقى بها من العلاقة الأهلية إلى التكامل العملي وتحمل المسؤولية المشتركة في تمتين جسور التكامل والعمل المشترك، وهذا لا يكون بالتحالفات الآلية والعادلة والمصالح الطيبة، وإنما نريد أن نرقى معا بمنطقتنا بما يليق بأهلها وليس من أجل مصلحة انتخابية عابرة. دائرة واحدة جمعت قضائي شوف وعلي جعلت المنطقة مفتوحة على تحالفات جديدة وتنافس غير مسبوق. تحقيق عامر زين الدين. غير القانون الانتخابي الجديد من معالم رسم الدوائر فوحد قضائي شوف وعلي بدائرة واحدة حتى صار ينطبق عليها مقولة أم المعارك، ففيها موزاييك سياسي متنوع دفع لتشكيل لوائح متعددة توزعت بين لائحتين أساسيتين، الأولى لائحة المصالحة برئاسة تيمور جنبلاط وتضم تحالف التقدمي الاشتراكي والمستقبل والقوات، والثانية تضم التيار الوطني الحر والحزبين الديمقراطي اللبناني والقوم السوري الاجتماعي، وأربع لوائح تتوزع فيها أحزاب مثل الأحرار والكتائب والتوحيد العربي وشخصيات مستقلة. بقانون هجين مثل هذا القانون اللي سميناه الخنجر المسموم، لأنه لا في شكل نسبي وأخذ طابعه يعني الأقرب إلى القانون الأرثوذكسي بالصوت التفضيلي مع الأسف، علما أننا نحن يعني بيشوفوا عليه بالتأكيد بقدرة